معنا تقرير كاميرا سيدات يعني ساتي نزلت صورت فعاليات مسابقة ملكة جمال المحجبات لعام 2018. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم فقرات حلقتنا. احنا معانا 16 بنت، 16 بنت حضروا كامب يوم 1 و2 مارس محاضرات تنمية بشرية وثقافة عامة واتزان نفسي، ويعني محاضرات كتير حضروها. ومفروض النهارده بقى الختام، البنات هتطلع تسأل قدام الجمهور، بنقيم على اللباقة والثقافة والاحتشام. عملنا كاستنج في المغرب، ومن خلالها بدأنا نفكر جديا ان احنا دايما لازم نطلع لجان تحكيم بره كتير قبل ما نعمل الختام والفاينل هنا في مصر، لان التجربة كانت مفيدة جدا، والكواليتي حتى اللي احنا كنا بنختاره كبنات كان مفيد جدا. المهرجان في حد ذاته الافكار اللي يعني الشروط اللي المهرجان حاطها هي اللي كتير اثرت في قراري اني اقبل في لجنة التحكيم، يعني مش الجمال بس اللي هو اللي رئيسي. تكون ليها مشروع بدها تنفذه على مستوى الوطن العربي كله، طبعا غير اللباقة، غير الثقافة، غير التعليم الجامعي وهالاشياء. محدش فيكو هيفوز، محدش فيكو هيوصل لحاجة إلا وهو 100% عامل على نفسه الشغل اللي هو مفروض يتعمل، يعني اشتغل على روح، قدر يفهم نفسه، قدر يترجم الكرايتيريا اللي عنده أو المعايير اللي عنده ويحولها لنقاط قوة، عرف نقاط الضعف بتاعته وبعد عنها، أصبح أنت بتتكلمي في منظومة ضخمة. خلينا نرحب بالمصممة العالمية ليندا جول. أوي فرحة لي أكثر من كل شيء أني كنت نقدم في المرأة المتحجبة في أوروبا في مهرجانات كان في عديد الدول الخليجية في عديد الدول الأوروبية، وكنت نقدم نحب نوصل اللباس المحتشم أنه يكون كلاس، مش كل شيء معناتها واضح وظاهر هو كلاس، نو حتى اللبس المحتشم حتى يخرج الكلاس. لازم نحط في بالنا انه المسابقة اسمها مسابقة ملكة المحجبات وليست مسابقة ملكة الجمال، يمكن هذا أكثر شيء يلخبطوا فيه الناس. فهنا تختلف المعايير، مسابقة ملكة المحجبات ايش اللي راح تقدمه لبلدها، لمجتمعها، للمرأة العربية ككل؟ هو أنا عاملة شغل تراثي كله وشغل إسلامي وشغل تونسي ومغربي شوية. المهرجانات اللي زي ديت والمسابقات اللي زي ديت والمنافسات دي هي اللي بتوري العالم كله الحضارة اللي احنا وصلنا لها، لان الفن والذوق والشياكة هما رمز التحضر ورمز الجمال اللي احنا موجودين فيه.